اهلا بكم اعزائي طلبه طلبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقتنا النهارده هتكون مخصصه لطلبه التعليم الصناعي ويكون معانا تخصص النسيج. النهارده هنتكلم عن ماده من المواد المهمه بتاعتنا اللي موجوده عندنا في الدبلوم، وهي ماده تخطيط واداره انتاج. وهنفتح الماده النهارده مع بعض كده ونستعرض كل ما هو موجود معانا من معلومات و بيانات وحاجات خاصة أو موضوعات خاصة بالمنهج بتاعنا عشان نقدر احنا نغطيها على مدار العام الدراسي. بمعنى أصح احنا عندنا المادة بتاعتنا، احنا عارفين في مرحلة الدبلوم احنا بنخدم مرحلتين، سنة تالتة نظام 5 سنين وسنة تالتة الدبلوم 3 سنين. يبقى لازم نخلي بالنا الطلبة بتاعتنا اللي هي بتتابعنا احنا بنخدم المرحلتين مش مرحلة واحدة. ما يجيش حد في دبلوم 5 سنين يقول لا انا مش هتفرج على البرنامج ده، برنامج معمول للدبلوم، او العكس بتاع الدبلوم يقول لا ده معمول لل5 سنين. البرنامج بيخدم المرحلتين، لان البرنامج المنهج عندي موحد من اولى لسنه ثالثه، ولازم نفكركم دايما بالجزئيه دي. بكل اللي هنعمله بس في مرحله الدبلوم زي ما قلنا لكم في الحلقات السابقه، ان احنا هنيجي على اثناء امتحانات النقل لسنه ثالثه نظام 5 سنين هنبدأ نراجع الجزء الأولاني من منهجنا. يبقى بنسترجع الجزء ده لامتحان الجماعة اللي هم نظام 5 سنين، وبنسترجعه كمان للطلبة بتاعتنا اللي بتتابعنا في نظام الدبلوم عشان نقدر نغطي الجزء اللي احنا درسناه. ونيجي في نهاية العام الدراسي نفس اللي احنا عملناه برضو، هنراجع الجزء التاني لطلبة ال5 سنين عشان يمتحنوا ويخلصوا السنة الدراسية بتاعتهم، وبرضو ولادنا اللي كانوا بيتابعونا في الترم الثاني في طلبة الدبلوم يبدأ يسترجع برضو المعلومات بتاعته. والفترة ما بين بعد ما تنتهي امتحانات النقل وتبدأ امتحانات الدبلوم هيكون بنسترجع كل المنهج بالكامل على مدار العام الدراسي. هنعمل دمج للترم مع بعض، هنبدأ نحل امتحانات مع بعض، وهيكون الموضوع بسيط جدا. النهاردة اخترنا لكم مادة من المواد المهمة بتاعتنا. وقبل ما نتكلم عن مادتنا، احنا قلنا عندنا في الدبلوم بالنسبة لتخصص نسيج عندي طبعا المواد الثقافية دي معروفة، وعلى فكرة تقدروا تتابعوها عندنا، موجودة عندنا على قناة يوتيوب قناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني زي ما قلنا ده اسمها على اليوتيوب. وطبعا الرابط بتاعها لو انت حتى حبيت تبحث بالرابط بعيدا عن الجزء الخاص بالكتابة، ان انت مش عايز تبحث، انت عايز تكتب رابط اللي هو نظام اليوتيوب وبعد كده هتكتب جنبه ايه القناة. طبعا اسمها زي ما هي مكتوبة عندنا برضو على المنتديات قطاع التعليم الفني، المنتديات والجزء الخاص باليوتيوب، الرابطهم تقريبا شبه واحد. كل احنا عاملينه عاملين المسميات واحدة، حتى قناة او حتى صفحة الفيسبوك برضو بنفس المسمى، وان شاء الله نبدأ نكتب لكم الرابط على طول. خلينا نقول ان المواد الثقافية بتاعتنا موجودة عندنا سواء كان على المنتديات او على قناة اليوتيوب بالشرح بتاعها. وكمان هنلاحظ ان احنا عملنا لكم حاجة حلوة جدا، عملنا بنك اسئلة يمكن اتعمل السنة دي مع امتحانات الدبلوم، السنة مع بداية السنة الدراسية الجديدة اللي احنا بنبدأها النهاردة دي. هنبدأ نحط لك كمان مجموعة بنوك أسئلة لكل تخصصات، مش تخصص نسيج بس، يعني حتى اللي بيتابعنا هيخلي باله إن أنا إن شاء الله إن هيكون عندنا المجموعة بتاعتنا اللي شغالة معانا هتبدأ تنزل لك كل بنوك الأسئلة لكل التخصصات بقدر الإمكان. زي ما قلنا قبل كده إن إحنا هنحاول نغطي جميع نوعياتنا، هنحاول نغطي جميع المواد بتاعتنا، وبالاخص السنه دي كمان عندنا زي ما قلنا في دبلوم جدارات هنحاول نغطي برضو الجزء الخاص بدبلوم الجدارات، مع ان في اختلاف كبير جدا ما بين دبلوم الجدارات والدبلوم ال3 سنين، هيكون مشترك معانا في المواد الثقافيه لكن هيختلف عننا في نظام الامتحان بتاعه. بقدر الامكان برضو هنحاول نجهز لكم الفيديوهات الخاصه بالجدارات وهتكون موجوده عندنا على قناه اليوتيوب، وان شاء الله هتتوزع برضو في المدارس زي ما هنعمل برضو مع حلقات التلفزيون بتاعتنا ان شاء الله. لو ما تابعتهاش او ما قدرتش تتابعها على قناة التلفزيون ان شاء الله في مقترح السنة دي ان شاء الله ان احنا نحاول نوصلها لكم المدارس باي شكل كان، بالاضافة لوجودها كمان او لاتاحتها لكم على قناة اليوتيوب، وكمان متاحة برضو على جروب تليجرام، وان شاء الله نحاول نفتح
قناة على تليجرام كمان عشان يكون عليها الفيديوهات، تقدر تتفرج على الفيديوهات في أي مكان. بنحاول نزود عدد الأماكن أو الروابط اللي تقدر تتواصل بيها أو توصل للمادة العلمية بيها بشكل أفضل، بحيث يبقى عندك أكتر من الطريقة توصل بيها لينا. تعالوا نتكلم بقى عن المواد الصف الثالث، نظام 3 سنين و5 سنين. احنا بنتكلم عن تركيب منسوجات، بنتكلم عن آلات، بنتكلم عن رسم فني، عن تخطيط، مجموعة مواد تخصصية مهمة جدا. في عندي فحص وتحليل، في عندي المراقبة، كل ما هنالك ان انت في اي مادة من المواد دي هتلاحظ ان انت ممكن تكون بتتكلم عن مادة تانية وانت مش واخد بالك او مش مدرك. ليه؟ لان في ترابط ما بين المواد دي وبعضها. نخلي بالنا من الحتة دي كويس، في ترابط مهم جدا ما بين المواد دي وبعضها، فبالتالي وانت بتتكلم في مادة ممكن تتكلم في المادة التانية. مباح، سهل. ليه؟ زي ما قلنا بسبب ترابطها مع بعض، بسبب ان المعلومات اللي في التخطيط هتلاقي فيه شبه ليها في الآلات، هتلاقي فيه شبه ليها في المنسوجات، هتلاقي فيه شبه ليها في الرسم وفي الفحص وهكذا وفي المراقبة. فبالتالي عملية المذاكرة هتكون بسيطة، يعني انا اعتبر كل المواد التكنولوجية دول كده كلهم بمعلوماتهم كده مع بعضهم، اعتبرهم كأنهم مادة واحدة وانت بتتكلم فيهم. هو ده الغرض من الموضوع، عشان كده اسمهم مواد تكنولوجية. هم مواد منفصلة وكل واحدة ليها درجة منفصلة، لكن انا وانا بسترجع شغلي وبسترجع كل المعلومات اللي درستها على مدار العام بحس ان هو في النهاية مندمجين مع بعض كأنهم مادة واحدة. فبالتالي ده بيسهل عليك في المذاكرة اكتر وبيساعدك اكتر ان المواد دي كمان مرتبطة بالعملي، فبالتالي انت هتاخده في النظري بتطبقه في العملي، فبالتالي هتكون عملية المذاكرة برضو اسهل. يبقى انا وانا بسترجع كل المعلومات بتاعتي بسترجع معلومات وبسترجع مهارة. يمكن ده بالظبط الجزء الخاص بالجدارات، ان هو بيربط المهارات بالمعارف، فبالتالي هو زي ما قلنا برضو له طريقة امتحان مش هنتكلم عنها لان هو مش موضوعنا، لكن اللي حابب يعرف كتير عن الجدارات او يتابع الجدارات عندنا في جروب موجود على الفيسبوك اسمه جروب منظومة جدارات التعليم الفني، وفي جروب تاني اسمه جدارات التعليم الفني. المنظومة هيكون عليها كل هيتابع بقى عليها بداية من السنة دي كل المواد الدراسية وكل ما يخص التقييم والتقويم، وفي حلقات موجودة لينا برضو على اليوتيوب واتذاعت هنا برضو على القناة بتتكلم عن الجزئيات دي. فاللي حابب تدور او تعرف اكتر عن منظومة الجدارات دور على الحلقات دي او المعلومات دي، ودي موجودة عندنا متوفرة عن طريق قطاع التعليم الفني، عن طريق كل الروابط الخاصة بالتعليم الفني على الانترنت. هنرجع بقى على المادة المهمة بتاعتنا النهاردة اللي هي مادة التخطيط. مين اسمها؟ تخطيط. تخطيط يعني لازم ان اخطط قبل ما اعمل اي حاجة، ابقى عارف المنتج بتاعي ده محتاج له كمية خامات قد ايه، لما هيتصنع هيتباع ازاي. طيب في حتة تانية في التخطيط احنا ما اشتغلناهاش السنين اللي فاتت، هنشتغلها السنة دي، وهي انا محتاج افتح المصنع فين، مين المسؤول عن ادارة المصنع، ايه كل قسم في المصنع، كل قسم هيكون واجبه ايه. ده اللي برضو اللي هنشتغل بيه على مدار العام الدراسي. يبقى عندنا في منهجنا في جزء نظري كبير جدا وفي جزء حسابي برضو كبير جدا. جزء النظري هيتكلم عن المصنع وادارته وتصميمه والعناصر اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، والجزء الثاني يتكلم عن الاوزان والاطوال والوزن المتر الطولي وحاجات كتيره جدا برضه هنتكلمها على الحسابات الخاصه بالسده واللحمه. تعالوا نتكلم عن اول جزء معانا في ماده التخطيط وهو الصناعه. الصناعه بيقول لي دي احد فروع النشاط الاقتصادي، اي نشاط اقتصادي في اي دوله بيبقى مبني على الصناعه. ليها اثر او هي اثر لائتلاف عدد من العوامل الطبيعيه والعوامل الاجتماعيه التي اذا توافرت في اقليم ما تؤذن بقيام الصناعه وتوطينها. يبقى لازم تكون في الصناعه دي توافر مجموعه من الشروط عشان تقوم في اقليم معين. بمعنى اصح لو جينا نتكلم عن الصناعه في مصر هنلاقي ان في مجموعه اقاليم فيها صناعات معينه بعينها، وفي مجموعة أقاليم تانية فيها صناعات مختلفة
عن الأقاليم الأخرى. بمعنى أصح مثلا لو طلعنا على محافظات الوجه البحري، وطلعنا مثلا على محافظة زي محافظة دمياط. محافظة دمياط بتشتهر بصناعة الأساس لوجود كم كبير جدا من الورش الخاصة والمصانع الخاصة بهذه الصناعة، وبالتالي الميزة كمان الأكبر إن المنطقة دي أو المحافظة دي أو المدينة دي قريبة من سواحل البحر المتوسط، فبالتالي سهل جدا إن تقدر تدخل المواد الخام. طبعا عارفين الخشب بيكون مستورد، ما بتزرعش في مصر، فبالتالي يبقى عملية التصدير والاستيراد هتكون سهلة بسبب وجود مواني في المكان ده، وبسبب وجود صناعية أو أيدي عاملة في الصناعة دي موجودة في المكان ده. لو نزلنا شوية ناحية الـ وسط دلتا مثلا زي مدينة المحلة، مدينة المحلة هي مدينة تتوسط الوجه البحري. بمعنى أصح جميع الزراعات الخاصة بالأقطان ممكن تتجمع في المدينة دي، هي مدينة وسطية للدلتا كلها. بالتالي هنلاحظ ان الصناعة المنتشرة والموجودة بالاكتر في المنطقة دي او في محافظة الغربية بالذات هتكون صناعات النسجية. صناعة الغزل والنسيج بتشتهر بيها مدينة المحلة، وزي ما قلنا لان هي قربها من المواد الخام. المواد الخام هي زراعة القطن، زراعة القطن في المدن والمحافظات اللي حواليها، فبالتالي افضل مكان لتجميع الصناعة دي هيكون مدينة المحلة. بس هل مدينة المحلة الوحيدة اللي بتصنع صناعات نسجية ولا في مدن تانية؟ معاها مدن تانية بس هي الأشهر. يعني ممكن لو نزلنا ناحية سوهاج هنلاقي في الصناعة دي موجودة، لو نزلنا ناحية الدقهلية الصناعة برضو موجودة، بس الأكتر موجود في المحلة. المصنع الكبير موجود في المحلة. يمكن في صناعات نسجية موجودة في اسكندرية، في صناعات نسجية موجودة في دمياط دلوقتي مع المصانع اللي افتتحتها الدولة في الفترة اللي فاتت. هنلاقي ان في صناعات نسجيه، مصانع جديده تم انشائها، وبناء عليه بيتم تجهيز مناطق لانتاج المواد الخام او حتى لاستيراد المواد الخام عشان المصانع دي تكون شغاله بالشكل المطلوب. فبالتالي تركز صناعه في مدينه معينه بيبقى له مقومات معينه، قرب منطقه المصانع دي من الاماكن توريد المواد الخام او اماكن المواد الخام نفسها كانت مزروعه او بتستخرج او بيتم استيرادها، ايا كانت الطريقه اللي بيبقى فيها الماده الخام موجوده. اذا كان في استيراد وتصدير يبقى انت بتتكلم عن مصنع لازم يكون ناحيه المواني عشان يقدر يستقبل المواد الخام ويصنعها ويرجع يصدرها مره ثانيه، فبالتالي ده لازم يكون في المكان ده. حاجة بتعتمد على الزراعة، يبقى أنا في وسط الأماكن الزراعية أقدر أن أستخدم أو أصنع أو أعمل الصناعة دي في المكان ده، فبالتالي هتكون الموضوع بسيط شوية معايا وسهل معايا، فبالتالي يبقى بركز أو تركيز الصناعات بتبقى في المدن بناء على الموضوع ده. كذلك حتى مدارسنا، مدارس التعليم الفني حتى لما تيجي تتوزع على المحافظات بتتوزع حسب الصناعات اللي فيها. فمثلا مش معقول مدينة زي المحلة ما يكونش فيها مدرسة فيها صناعات نسجية، استحالة، لازم يكون فيها صناعات نسجية وكل الصناعات مش صناعة واحدة، لأن حتى المصنع بتاع المحلة مفروض أنه بيمثل كل الصناعات لغاية حتى صناعة الملابس الجاهزة نفسها. فبالتالي لازم الصناعة دي توفر لها مدارس لتعليم الأيدي العاملة المهارات الخاصة بالصناعة دي. تمام كده؟ طيب يعني أنا ممكن أخلي مثلا مدينة زي مدينة المحلة دي وأروح فاتح فيها مثلا مدرسة بحرية. طب هفتح فيها مدرسة بحرية هتعمل إيه؟ هل في بحر حتى حوالين المدينة؟ هل في فرع من فروع النيل مثلا نقول هيصنع أو هيحط تخصص يخدم الناس اللي هتشتغل في النيل مثلا أو صناعة موجودة في النيل؟ لا. فإن كون إن مثلا أدور إن أفتح صناعة زي دي في المدينة دي يبقى بغير جدوى. عشان كده هنلاحظ إن المدينة دي من المدن اللي ما فيهاش الصناعة دي أو ما فيهاش التخصص ده. التخصص ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه مثلا في البحر الأحمر، هتلاقي في اسكندرية، هتلاقي في بورسعيد. صناعات بحرية محتاج البحر، ممكن يكون في الإسماعيلية، ممكن يكون في السويس، دي كلها مدن على القناة هتحتاج الصناعة دي. فبالتالي يبقى لو أنا بفتح مدرسة في المكان ده عشان تخدم الصناعة دي، يبقى حتى وأنا بفتح مدارسنا بدور على الحتة دي. هفتح مدرسة فندقية
اروح افتح مدرسه فندقيه في منطقه عاديه ولا في منطقه فيها فنادق، عشان حتى الولاد دول لما يحبوا يتدربوا ينزلوا في فنادق. فهتلاقي حتى معظم المدارس دي بالاكتر موجوده مثلا في محافظه زي محافظه القاهره، موجوده في اسكندريه، مش هتلاقيها مثلا موجوده في محافظه ما فيهاش سياحه، يعني ممكن تلاقيها في مطروح، ممكن تلاقيها مثلا في جنوب سيناء، في شمال سيناء كده، الاماكن اللي فيها سياحه فبالتالي هحط فيها تخصص فندقي وهكذا. يبقى وانا بدور بقى، تعالى نرجع لماده التخطيط بتاعتنا اللي هي بتاعه النسيج، وانا بدور عشان افتح صناعه في مكان معين في اقليم معين لازم يكون الاقليم ده يساعدني اني افتح الصناعه دي، ولازم مكان المصنع يكون قريب من الايدي العامله، ولازم الايدي العامله يكون في مكان يدربهم، فبالتالي يا اما يكون عندي مركز تدريب جوه المصنع، يا اما يكون الناس دي عندهم مدرسه فنيه جنبهم بتساعدهم، او معهد بيدرب الناس دي عشان ياهلهم للصناعه عندي في قلب المصنع. هنلاقي المدن الصناعيه فيها كلها بيبقى في مراكز تدريب بتساعد المصانع دي على اختيار الايدي العامله اللي هتشتغل فيها، يا اما بتعتمد على مصانع داخلها مدارس بتفتح فصول ليها تعلم فيها الطلبه بتاعتها على المهارات اللي طالبينها داخل المصنع وهكذا بقى. هتلاقي حتى عندنا اذا اتكلمنا على التعليم الفني وسيبنا المصنع، هنلاقي ان عندنا انظمه كتيره جدا للتعليم الفني لخدمه الصناعه، وده اللي الدوله ماشيه فيه والوزاره وقطاع التعليم الفني ماشي في نفس الاتجاه ده عشان يطلع ايدي عامله معاها مهارات سوق العمل. والا لو انا سبت سوق العمل واشتغلت في اتجاه مخالف ليه، هلقى ان انا شغال بمنهج والسوق شغال بمنهج تاني، هلقى انا باخد شهاده بس الشهاده اللي خدتها مش قادر ان انا اطبق بيها الشغل في قلب المصنع، فاروح المصنع واترفض يعني ما يشغلنيش. ليه؟ لان معيش المهارات. او يقول لي طب لا انت تعال لي بقى اقعد 6 شهور عندي هدربك بقى انا بشتغل ازاي. فكل الكلام ده ما كانش نافع مع المناهج اللي فاتت، فبالتالي لا احنا بقى عملنا منظومه جديده، المنظومه ديت بقى فيها اللي في السوق هو اللي بيتدرس، فبالتالي اللي هيخرج هيشتغل مش محتاج يتدرب تاني. ده بخلاف اللي كان حاصل في المناهج القديمه قبل كده، ان كان بتلقى حاجه موجوده في السوق غير اللي موجوده عندك في المناهج. بالظبط كده زي ما تكون انت بتدرس ويندوز اكس بي والسوق كله بقى عنده ويندوز 10 دلوقتي او ويندوز 10 زي ما احنا بنسميه، فبالتالي انت بتدرس اكس بي ليه؟ طب ما هو 10 في السوق، ما هو طب انا اطور منهجك، فانت بتدور على التطوير. المرونه في التطوير بتكون اسهل وافضل في منظومه الجدارات، بالاضافه ان هي هتغطي ان شاء الله كل نوعيات التعليم الفني بس بالتدريج اللي هي ماشيه بيه. بدانا ب 105 مدرسه، ان شاء الله في 300 هيتفتحوا السنه دي بالاضافه لل 105 وهكذا لغايه لما نغطي كل مدارس التعليم الفني اللي هي بتعدي اكتر من 1000 مدرسه. تعالوا نشوف جزء تاني وهو الخامات. احنا اتكلمنا على الصناعه، تعالوا نشوف الخامات اللي بتستخدم في الصناعه. هي المواد الخام اللازمه لقيام الصناعه، وقد تتوفر بكثره في اقليم معين مما يساعد على اقامه الانشطه الصناعيه في الاقليم ده، زي القطن مثلا ومدينه المحله. تنقسم الصناعه الى صناعات استخراجيه، صناعات تحويليه، صناعات انشائيه. يبقى عندي 3 صناعات انا عارفهم، 3 انواع من الصناعه، استخراجيه وتحويليه وانشائيه. يبقى بخلي بالي من انواع الصناعات دي وهنفسرهم ان شاء الله لما نفتح المنهج الدراسي بتاعنا ونبدا نتكلم عنه. بعد كده تحديد القيمه على اساس العمل، ازاي احدد القيمه على اساس العمل؟ يعتمد الموضوع ده يعتمد في تقدير القيمه على المجهود الذي يبذله الانسان للحصول على هذه الاشياء، على اساس ان قيمه الاشياء تقدر حسب الزمن الذي يصرفه العامل في صنعها. معنى الكلام ده ايه؟ هو كلام كتير او كلام زي ما نقول للدراسه او زي ما نقول كده اكاديمي. عشان نفسر الكلام اللي هو قدامنا اللي هو بيقول لي تحديد القيمه على اساس العمل، ده بيتكلم انا كعامل، انا دلوقتي هشتغل في مصنع، ايه اللي هيفرق عامل عن عامل؟ في عامل نعرف او نسمع عنه ان اليوم بتاعه بيعدي 600 جنيه وفي عامل تاني يومه بكتير قوي هو 50 جنيه، هو اخره 50 جنيه. ليه ده ب 600 ولا ده ب 50؟ اللي ب 50 ممكن تكون الخطر في عمله بسيط، يعني شغال على نسيج يدوي على نول يدوي، فبالتالي ايه الخطر في الموضوع ده؟ هو بيطلع كميه معينه في اليوم،
كمية ديت قيمتها هي لو أنا جيت أبيعها مش هتكسبني كتير، فبالتالي هو اليوم عنده ممكن يكون بالخمسين جنيه كفاية أو عليه، وبيشغل شباب صغيرة في الموضوع دوت، مش محتاجة مبالغ كبيرة جدا تقول لك أنا عندي بيت وعندي مصاريف، لا بيشغل شباب لسه في بداية حياتهم، فبالتالي الموضوع بيكون بسيط والأجر بتاعه بيكون على قد العمل بتاعه. طب في أعمال تانية خطر زي اللحام تحت المية، وطبعا أشهر مهنة وأغلى عامل في السوق اللي هو اللحام تحت المية، ده بيتعرض لخطر، خطر اللحام اللي هو شغال بيه يلحم تحت المية له تجهيزات معينة بالإضافة لعمليات الغطس اللي بيكون عاملها، فبالتالي بقى في فرق في العمالة دي أو سعر العمالة دي، فبالتالي ده مجهود مختلف، ده مجهود وفي خطر، مش دي بس العملية أو الصناعة أو العمل اللي فيه خطر، في أعمال كتير تانية فيها خطر زي الناس اللي بتشتغل في المصانع اللي بتعتمد في عملها أو تنفيذ المنتجات فيها على استخدام المواد الكيماوية، المواد الكيماوية الحرقة، ده أصعب وأصعب زي صناعة البطاريات، فبتلاقى ده موضوع تاني له عامل مخصص للموضوع ده وله ملابس معينة، بيبقى في العملية الصناعة دي نفسها مكلفة، مع لو قارنتها مثلا بصناعة الملابس، صناعة الملابس لا ما فيهاش تكليف ولا أي حاجة، ده صناعة ممكن أقوم بإنتاج كمية كبيرة جدا ويوم يبقى بطلع إنتاج كتير، طبعا لو أنا اشتغلت بنظام الإنتاج وهيبقى اليوم بتاعي معقول، يعني هاخد برضو مبلغ كويس بناء على الإنتاج اللي أنا صنعته، فبالتالي هنا بيقول لي قيمة الأشياء تقدر على حسب الزمن اللي بيصرفه العامل في صنعها. أنا دلوقتي عملت قماشة اشتغلت مثلا عملت متر، المتر ده كلفني أو قعدت في المصنع فيه يوم، فبالتالي تكلفة اليوم عندي في المصنع هتبقى مثلا 100 جنيه، فبالتالي ده هيتباع ب 120 جنيه مش أقل من كده يعني، وهكذا في الملابس كده، لأن في ملابس رخيصة التمن وفي ملابس غالية التمن، رخيصة التمن هو أصلا جايب خامات بأسعار قليلة، وبالتالي العامل اللي موجود عندي كان شغال سريع فبالتالي بيطلع كميات منتج كبيرة، فبالتالي يبقى أقيم الموضوع ده بسعر قليل، الحاجة اللي خدت 100 جنيه في تصنيعها غير الحاجة اللي خدت 5 جنيه في تصنيعها. رأس المال، رأس المال عندي في في الأماكن الإنتاج بينقسم إلى رؤوس أموال دايرة ورؤوس أموال ثابتة. إيه هي رؤوس الأموال الدايرة وإيه هي رؤوس الأموال الثابتة؟ رؤوس الأموال الثابتة هي الأساس، المصنع، مبنى المصنع، ماكينات اللي داخل المصنع، كل دي حاجات ثابتة مش دايرة. إيه هي الأموال الدايرة أو رؤوس الأموال الدايرة؟ هي رؤوس الأموال اللي بشتري بيها المواد الخام، بصنعها برجع بيعها، بشتري تاني وصنع وارجع بيع، بالإضافة لأجور العمال، ما هي دايرة برضه، أنا صنعت، أنا اشتريت مواد خام، أول حاجة مثلا لو أنا عندي مصنع هيتكلف 100 مليون جنيه، رأس المال بتاعه 100 مليون جنيه، ال 100 مليون جنيه دول هيبني ب 80 مليون جنيه مثلا المصنع، واشترى الأرض، طبعا دي أمثلة مش على الطبيعة، بس هنقول ان هو بال 80 مليون اشترى ارض المصنع، بنى المصنع، اشترى الماكينات، فرش المصنع بتاعه بقى جاهز للانتاج، واشترى عربيات واشترى اساس وعمل كل حاجه ثابته، دي اسمها رؤوس اموال ثابته. في 20 مليون جنيه تانيين لسه موجودين، ال 20 جنيه مليون ال 20 مليون جنيه دول هيبدا يعمل بيهم ايه بقى؟ هيشتري منهم مواد خام ويصرف على العماله بتاعته اثناء عمليات التصنيع منهم، فبالتالي لو اشترى ب 14 مليون جنيه مواد خام وكان معاه مثلا 6 مليون جنيه هنقول بيصرفهم في خلال الشهر على المصنع والعماله اللي موجوده في المصنع بالكامل، مفروض ان هو بيجي كل الكلام ده بيدخل المصنع بيتصنع وبيطلع يتباع، فبالتالي في ال 20 مليون دول دايرين اتصرفوا الشهر ده وخرجوا اتباعوا او اتباع بيهم منتجات ورجعوا مره تانية، لما رجعوا مره تانية ما رجعوش 20، عشان المصنع يكسب مفروض يرجعوا 25 على الاقل، فبالتالي ال 25 دول بيشيل منهم الخمسه اللي هم المكسب بتاعه ويرجع يصرف ال 20 مره تانية ويرجع يعمل الدايره بتاعته تاني، يكمل الدايره، وكل مره بياخد خمسه ويركنهم، خمسه ويركنهم، دول المكسب بتاعه اللي هم بيحاولوا يعوضوا الراس المال الثابت
وفي نفس الوقت كمان ما بيتجمع منه معاه مبلغ كمان كويس بيقدر يتوسع في المشروع بتاعه. فرأس المال الدائر يقدر يتوسع، ياخد منه جزء ويخليه ثابت مرة تانية ويكمل الدائرة بتاعته في الجزء التاني وهكذا. ده طبعا الجماعة بتوع الاقتصاد أو الجماعة بتوع التعليم التجاري أكتر عندهم مهارة في التعامل مع أنظمة رؤوس الأموال دي. هنا تعالى بقى نتكلم عن المصنع وتأسيس المصنع. لازم تحتاج عشان تفتح مصنع لازم يكون عندك مصاريف تأسيس الشركة أو المشروع. المصاريف دي بتكون مصاريف قضائية وأتعاب محامين وخبراء ورسوم التسجيل والنشر. بعد كده عندك تكاليف للدعاية للمشروع، بعد كده عندي عمولة البنوك والوسطاء والدفاتر، بعد كده فوائد رأس المال أثناء عملية الإنشاء، أنت استلفت فلوس من البنك فبالتالي محتاج تطلع الفايدة بتاعتهم. عندك أدوات الكتابة والأوراق والمطبوعات، دي كلها مصاريف تأسيس الشركة. لسه مفيش مصنع، ده أنت لسه بتخلص ورق، فأنت محتاج المبالغ دي تصرفها في الجزئية دي. رأس المال الثابت هنا بقى يتكلم عنه، هيبقى عبارة عن تمن الأرض، تكاليف البنى، تمن الآلات والمعدات والمصاريف الخاصة بالتركيب، القوى المحركة اللي هي المواتير وخلافه، أجهزة الترطيب وتكييف الهواء إذا كان المصنع بيحتاج ليها، وسائل النقل الداخلي والخارجي اللي هي الأتوبيسات والعربيات والحاجات الخاصة بوسائل النقل، الأساس اللي هي المكاتب والكراسي والأنتريه والصالونات الخاصة باستقبال العملاء بتاعتك وما إلى ذلك من الأساس اللي ممكن موجود عندك في قلب المصنع بتاعك. ده رأس المال الثابت. رأس المال المتحرك هو تمن المواد الخام اللازمة، تمن المواد المساعدة، تمن قطع الغيار وأجور العمال. ده مال داير أو مال متحرك دايما بيدخل وبيخرج من المصنع بشكل داير أو بشكل مستمر وهكذا، هو في النهاية بيطلع لي منتج، المنتج ده بروح أبيعه بيجلي منه إيه مكسب في النهاية، فبالتالي ده النوع الثاني من رأس المال اللي هو رأس المال الدائر. بعد كده لو جينا نتكلم عن العمل نفسه، العمل هو الجهود البدنية والعقلية التي يبذلها الإنسان في حياته للحصول على حاجاته، وهو العنصر اللازم للإنتاج والجهد الاختياري الذي يبذله الشخص للحصول على أجر معين أو منفعة تشبع رغبته. الكلام ده معناه إيه؟ معناه ان انا دلوقتي عايز اشتغل، فعشان اشتغل لازم انا هبذل مجهود. المجهود دوت مجهود ايه؟ مجهود شخصي. هل انا مجبر عليه؟ لا، ده انا بعمله برضا. بتعمله برضا ليه؟ بعمله برضا عشان انا مستني يكون في عائد من المجهود ده في صورة اموال. الاموال ديت انا هاخدها هغطي بيها او هحصل او ما احصل عليها هسد بيها الاحتياجات بتاعتي. لو انا مثلا عندي مأجر شقة او معايا اولاد محتاج مصاريف، محتاج مصاريف للنقل لو انا بتنقل بمواصلات او مواصلات خاصة للمصنع، مصنع مش موفر لي الكلام ده، فانا محتاج المبالغ دي، محتاج ان انا اطور من المكان اللي انا عايش فيه، محتاج اشتري اجهزة في البيت، محتاج اشتري عربية خاصة ليا، فبالتالي محتاج ان انا اشتغل. طب لو انا ما اشتغلتش مفيش دخل جاي، مفيش اي حاجة من الكلام ده هتكون موجودة، وطبعا مش هتفضل تستلف كتير لان بعد فترة هتكون مديون، مش محتاج ان انت محتاج تسد الكلام ده، مفيش اي عائد، فبالتالي ما حدش هيديك حاجة تاني، وبالتالي هتعرض نفسك لمساءلة قانونية اذا كنت كمان كاتب على نفسك اوراق بعد ما اخدت الاموال دي من اشخاص او حتى ان كانت اموال من بنوك. فبالتالي عشان ابعد عن النقطة دي لازم ان انا اشتغل، عشان اشتغل لازم يكون هبذل مجهود بدني. ممكن يكون المجهود البدني ممكن يكون يعني في بعض الاعمال مش شرط يكون مجهود البدني مجهود بالايد، ممكن في بعض الاعمال بتحتاج ان المجهود بتاعك يكون هو تفكير، انك انت تفكر في حل مشاكل بس. ممكن يكون المجهود البدني ده ثالث او رابع مجهود انت بتبذله في قلب مكان الانتاج بتاعك، بس مجهود من ضمن المجهودات اللي انت بتعملها. زي مثلا الكاتب اللي بيقعد يكتب في قصة، هو بيستهلك مجهود ايه؟ مجهود بدني ولا مجهود عقلي؟ بيشغل عقله، بيشغل ايده في الكتابة فبيبذل مجهود بدني،
فده امثله من امثله العمل. ولك ان تتخيل ان ده نوع من انواع الاعمال، انك انت تكون بتكتب بس، زي الصحفي في الصحافه المفروض ان هو بينزل يدور على موضوع وبيبدا يكتب فيه وبيبدا يتنشر، وبناء عليه بياخد اجر على الموضوع اللي نشره. ولو الموضوع دوت زي ما بيقولوا كده فرقع او ضرب او عمل صدى كويس، فبالتالي بيزود مبيعات الجريده، فبالتالي بيعود عليهم بالدخل، فبيعود عليه برضو بالمكسب. كل دي حاجات احنا بنحاول نمثلها عشان نرجعك للموضوع بتاعنا، ان هو انت في مكان عملك في مصنعك، كل ما بتشتغل اكتر ده بيساعدك ان انت تنمي نفسك، بيبقى عندك مبالغ داخله ليك لصوره مكافآت، المكافآت دي بتساعدك ان انت تدور على الاحتياجات بتاعتك وتبدأ ان انت تشتريها، او زي ما بنقول كده بتغطي الحاجات بتاعتك. حتى لو كانت الحاجة دي ممكن تكون شراء الأكل نفسه، الأكل نفسه من ضمن الحاجات الخاصة بالإنسان، فأنا بشتغل عشان أغطي احتياجاتي، احتياجاتي من الأكل، الشرب، الملبس، المسكن، ووسيلة النقل الخاصة بيا. وطبعا في المسكن حاجات كتير جدا لو جينا نوصفها، فبالتالي عشان كده بنقول، وده طبعا بنلاقيه مع شبابنا، يعني احنا عندنا مشكلة برضو مع العمالة في المصانع أو في أي مكان إنتاجي، حتى لو هتقف في سوبر ماركت هتبص تلاقي إن عندنا مشكلة مع الشباب. الشباب دلوقتي عنده حاجة مهمة جدا، هو عايز يحصل على مبلغ كبير في وقت قليل بدون ما يبذل أي مجهود، وطبعا صعب مع الجو العام في الصناعة. الجو العام في الصناعة بيقول ابذل مجهود هديك على قد مجهودك أجر أو عائد، فبالتالي أنا بدور إن أنا أشتغل وابذل مجهود عشان احصل على راتب كويس. كل ما انا طورت من نفسي، كل ما انا اترقيت، كل ما مرتبي كمان زاد، فبالتالي بطلع السلم بتدرج. لكن مثلا لو انا ببص اقول ايه، انا بتعلم صنعه معينه بس انا بشتغل في حته تانية باخد مبلغ اكبر، لا ده انا عايز اشتغل وابقى انا اللي بدير المكان. انت لسه متخرج او لسه بتقول انا عايز اشتغل في الصناعه دي او عايز اشتغل في المكان ده، فمش معقول ابقى انا لسه أول مرة أشتغل في المكان وأروح عشان أدير المكان. وده فكر برضو سيء بيكون عند بعض الشباب، إن هو أنت جاي تشغلني، أنا صاحب العمل، يعني أنا صاحب المكان وأنت اللي جايبك تشتغل معايا أنت جاي تشغلني، فبالتالي طبعا ده بيعمل أزمة بين صاحب العمل وبين العامل، وفي النهاية بيضطر إن هو يمشي. فإحنا عشان ما نعملش كده لازم ندور على الحاجات المهمة جدا في قلب العمل، وهي ان اتعلم المهارات الكافيه اللي تخليني اكون فيما بعد خبير. صاحب العمل هو اللي يدور عليا، مش انا اروح اشتغل انا فاهم في الصنعه دي وتطلع انت مش فاهم ولا اي حاجه وتبوظ الانتاج بتاع المصنع. في النهايه برضو مش هيكون معاه غير ان هو يقول لك مع السلامه. احنا مش عايزين كلمه مع السلامه تكون مع حد من خريج التعليم الفني، احنا عايزين المهارات بتاعتنا ناخدها كلها، ولما ننزل سوق العمل ما نقولش احنا علامه، لا بالعكس، اتعلم من سوق العمل، لان في خبراء كتير في سوق العمل معاهم مهارات، معاهم سر المهنه. مش هتاخد سر المهنه من مدرس عندك في المدرسه، سر المهنه موجود مع عامل شغال بايده في مكان العمل، فبالتالي اذا قربت منه وساعدته وحاولت تتعلم منه هتلقى نفسك بقيت اشطر منه فيما بعد. فهيعتمد المصنع بتاعك عليك، وده المطلوب. هتكون في مكان وتطلب في مكان تاني. في بعض الناس كده، في بعض الناس اللي هم الشطار في اماكن انتاجهم بيبقى شغال في كذا مصنع، ان هو مثلا بيدير هنا وبيدير هنا وبيدير هنا. بيدير بناء على ايه؟ بناء على ان هو شاطر فاهم في الحته دي، عارف ان لما صاحب المصنع ده هيجيبه لو كان بيكسب مليون في الشهر، لما يجيب العامل ده هنا ويمسكه دايره الانتاج عنده هيكسب 2 مليون 3 مليون. هو بياخد مرتب معقول بس المصنع كسب، هو قدر يشغل المجموعة دي. صاحب المصنع مش شرط يكون بيشغل او بيعرف يشغل، بيجيب حد بيشغله. فالتشغيل برضو لازم يكون عندك اصلا المهارات الكافية عشان تقوم بتشغيل كل الناس دي على الشكل اللي انت عايزه، عشان تطلع بالجودة المطلوبة في المنتج بتاعك وتقدر كمصنع تسوقه. فبالتالي لما المصنع بيكسب العمالة اللي موجودة عنده كلها هتكسب، وهيزيد الأجور بتاعتها طبعا. أنا بكسب فبالتالي لازم أغطي الناس بتاعتي. طبعا في اتجاه جديد طبعا بدأت تتجه ليه
الأماكن الصناعية بنظام أو باستخدام أو بمتابعة أو تنمية أو مشاركة في بعض المدارس الفنية بتاعتنا زي المدارس التكنولوجية مثلا، أو زي المدارس اللي هي المزدوجة. ده في اشتراك للمصنع مع الوزارة، وده برضو اشتراك للمصنع مع الوزارة أو مجموعة مصانع مع الوزارة. فبالتالي بتبص تلاقي إنه بيحاول ينتج عامل فيه المواصفات اللي هو عاوزها كمصنع أو كوحدة إنتاج. طيب هل هو هيفضل يطلع الخريجين ليه بس؟ لا، النظام الجديد عندنا في مدارس التكنولوجية إن المدرسة بتطلع خريجين بمشاركة المصنع، بس الخريجين دول يقدر المصنع يسوقهم في المصانع اللي حواليه. بمعنى انه هو انا بيجي لي العامل بتاعي او بيجي لي الفني بتاعي وبعلمه وبعرفه المهارات الخاصه بتخصصي، بس في شركه موجوده جنبي ممكن اروح بالطالب بتاعي اقول له تقدر تشغل الطالب ده عندك، ده معاه مهارات كذا وكذا وكذا، وانا اللي اشرفت على التعليم بتاعه او التدريب بتاعه في خلال ال3 سنين. فبالتالي مش محتاج ان هو يروح يدربه تاني 6 شهور عشان يعرف مهارات العمل ويرجع تاني للمصنع عشان يشتغل. فبالتالي انا بديك دلوقتي او بنحاول كقطاع تعليم فني يطلع عامل او فني ماهر معاه كل المقومات اللي تساعده ان هو يشتغل في سوق العمل. مزايا تقسيم العمل بقى، تعالى نتكلم عن تقسيم العمل بالنسبة لنا كصناعة. مزايا تقسيم العمل فيها بيكون اول ميزة بيقول لي ايه؟ إجادة العامل وتفوقه في العمل، يتقن عمله ويبدع فيه، سهولة العمل، ملائمة العمل لكفاية العامل، الاقتصاد في الزمن، الاقتصاد في العدد والآلات والقوى المحركة، الاقتصاد في وقت التدريب المهني. أنا هنا بتكلم عن مزايا عمل. مزايا عمل أول حاجة قال لي إيه؟ إجادة العامل وتفوقه في العمل، يتقن عمله ويبدع فيه. بمعنى إن واحد شغلته كلها في القلب الخط الإنتاج انه بيربط مسمار في قطعة من قطع الغيار بتاعتي، ربطة المسمار بقى خلاص بقى متعود يربط المسمار ده بالشكل الطبيعي العادي. فبالتالي ممكن هو اسرع واحد في ربط المسمار ده في المصنع بحال ان هو كان شغال على خط الانتاج في الحتة دي. سهولة العمل، هو عارف ان هو بس شغلته الحتة دي بس، فبالتالي هو عارف ان الخطوة دي بتاعته، فبالتالي بيقوم بتنفيذها بكل سهولة وكل يسر، وكمان هيبدع فيها ويتقنها. ملائمة العمل لكفاية العامل، انا قدرتي ان انا ارفع صناديق او كراتين او اجزاء او اجهزة من المكان ده للمكان التاني، فخلاص انا شغلتي هتكون هي دي. شغلتي ان انا اعمل زراير على قطعة قماش، فبالتالي انت قاعد على مكنة الزراير كل اللي بتعمله انت بنزل زراير بس على في الاماكن المناسبة ليها على مستوى ايه؟ على مستوى الصناعة بتاعتك. طول ما انت شغال انت شغلتك بتجيب القماشة تحطها تعمل زرارين وهكذا. في واحد تاني شغلته انه يقفل كم، شغلته في خط الانتاج انه يقفل الكم، ده احنا بنتكلم على الملابس بقى. في واحد شغلته يعمل ياقة وبس، تعال على النسيج. في واحد شغلته انه يسدي وبس، في واحد شغلته انه يغير البكر على المكنة وبس، في واحد شغلته انه يقف على مجموعة المكن، في واحد ميكانيكي مكن كل ما المكنه بتعطل بيجي يصلح العطل اللي حصل فيها بس، في واحد ميكانيكي في اجهزه القصف، في واحد ميكانيكي في الموتور، وهكذا. هتلاقي كل تخصص في خط الانتاج بيسهل العمل وبيقتصد في الزمن كمان. الاقتصاد في العدد والالات والادوات والقوى المحركه، انا عارف ان هو شغلته على المعده دي، فبالتالي انا مش محتاج اجيب عدد كتير في المكان ده، هو هيساعدني ان اقدر اطلع بالمنتج بتاعي بالشكل المطلوب. وكمان الاقتصاد في وقت التدريب، انت شغلتك بتعمل زرار، يبقى انت بتيجي تتعلم المكنه ازاي بتخيط الزرار ده في مكانه المطلوب، فانت كل اللي تعمله تحط الزرار في القماشه في مكانها والزرار بينزل ويتخيط، يبقى انت كده قللت من الوقت اللي المفروض ادربك فيه، مش محتاج بقى اقعد معاك وقت كبير جدا عشان اقول لك الزرار بيتعمل ازاي. ده هي خطوة واحدة، فبالتالي انت هتنفذها بالشكل المطلوب زي ما اتفقنا عليه. فبالتالي بقى انت عندك وقت تعمل ايه؟ تشتغل حاجة تانية كمصنع. فبالتالي لو دخلنا اشهر خطوط الانتاج بتكون في مصانع الملابس،
ممكن يبقى خط الانتاج، يعني خط الانتاج اللي اتفرجت عليه وشفته في مره كان عليه حوالي 9 8 بيمر عليهم القطعه تتقفل، والتاسع بيشطبها، بيشطبها بمعنى ان هو بيطمن عليها ان هي سليمه وهكذا، ويحطها ويغيرها ويدخل في قطعه تانية. فبالتالي في كل واحد مثلا، واحد بيعمل بيقفل الاساور، واحد بيقفل الكم، واحد بيقفل الصدر، واحد بيقفل الظهر، واحد تاني بينزل بيعمل العراوي، واحد تالت بينزل الزراير، واللي بعده بيطمن ان كل حاجه اتظبطت في مكانها والمقاس مظبوط، ويبدا يدخلها في الخط اللي هي تم انتاجها، وبتبدا تدخل بعد كده على مراحل الكوي والتقفيل والتكييس وهكذا. فيبقى كل واحد له مهاره معينه او له خطوه بينفذها في خط الانتاج بتساعده على تنميه مهاراته، وبتسهل عليه العمل، وبتزود سرعته كمان. فبالتالي انا كنت ما دام انا مسؤول عن خطوه واحده بس، يبقى دي خطوتي طول ما انا شغال، هقدر اعمل طريحه مثلا فيها 1000 قطعه 2000 قطعه. فبالتالي لو انا كان يومي مثلا ب50 بالطريقه دي، هيبقى يوصل يومي ل100 و150 و200 على حسب شغلي. فبالتالي ده مهم جدا في اثناء عمليات التنفيذ على الماكينات. وطبعا في ناس شطار كتير جدا في الصناعه، وهتلاقي المصانع نفسها بتطلبهم بشكل على طول. يعني ليه؟ لان هو شاطر وعايز انتاج، عايز يبيعه، فبالتالي عايز يكسب، فبيجيب العماله الشاطره. تعال بقى نشوف عناصر التخطيط الشامل ايه هي. هي الفحص والتنبؤ والتنسيق. يبقى هنا عندي عناصر التخطيط الشامل، عندي 3 عناصر: فحص، تنبؤ، تنسيق. فحص، بعرف الدنيا عندي عامله ازاي، وانا هنزل على السوق، فبالتالي بفحص السوق، بشوف مثلا انا عايز افتح مشروع النهارده، فعايز اشوف السوق محتاج مني ايه، فبعمل عمليه فحص. تنبؤ مثلا، ببدا اشوف طب لو انا فتحت هنا هعمل كذا، لو انا فتحت هنا هعمل كذا تاني، فبتنبأ فيما بعد اللي هو هل في جدوى من مشروعي ولا لا. ده اللي الناس بتعمله في دراسه الجدوى يعني، فبتنبأ بنجاح المشروع بتاعي. تنسيق، ببدا بقى انسق كل الحاجات اللي انا محتاج ان انا اشتغلها مع بعضها عشان اوصل بالمنتج بتاعي بالشكل المطلوب في الوقت المطلوب، وكمان اقدر اخد الجوده المطلوبه. الفوائد الاقتصاديه لاستخدام الالات. ليه انا بستخدم الات في المصانع بتاعتي؟ الالات دي ساعدت على سرعه الانتاج ووفرته، ساعدت على تاديه الاعمال الجسيمه منها والدقيقه. وجود الالات طبعا بتساعد في حاجه كتيره جدا، ونتكلم عن كده. انتاج مصنوعات متشابهه من نوع واحد، استخدام الات في اكتر من صناعه، اقتصاد في الايدي العامله. طبعا انا بتكلم عن صناعه، الصناعه ديت بتستخدم الات، زي مثلا صناعه السيارات. لو بصينا على مصانع السيارات اللي هي بره في اوروبا او ما خلاف المصانع الكبيره، هنلاحظ ان هم بيعتمدوا في الصناعه بتاعتهم على الروبوت. بمعنى ان معظم عمليات اللحام، لو في صناعه في ايدي عامله موجوده في المصنع، بس عمليات اللحام العمليات الخطر فيها روبوت. حتى لغايه الدهان، دهان السيارات بيتم عن طريق روبوت. يعني العربيه كلها مش بتترش زي ما احنا بنشوف في الورش الصغيره، لا، ده بيتم غمرها في حوض في ماده الدهان بتاعتها. فبالتالي لا، ده الموضوع مختلف في الصناعه دي، محتاج يكون في آلات هي اللي تقوم بالعملية دي، لأن لو ما دخل عمال في الجزء ده هتحصل معاهم مشاكل كتيرة جدا، فمش هيقدروا يأدوا العمل بالشكل المطلوب. تعال على صناعة تانية مثلا زي صناعة النسيج. صناعة النسيج صناعة بتعتمد على ماكينات ذات سرعة عالية. لو أنا خدت الماكينات ديت وشغلت الناس يدوي، لغيت موضوع الماكينات السريعة وشغلت الناس يدوي، محتاج 2 عمال على المكنة الواحدة، لكن لما بشغلها آلي محتاج عامل على كل 8 ماكينات. فبالتالي كمية الإنتاج اللي خارجة هتكون عالية جدا، وفي نفس الوقت السرعة العالية دي بيكون فيها خطر. فبالتالي أنا مش محتاج إن العامل يمد إيده في الأماكن الخطر، محتاج بس إن هو بيتابع المكنة. حصل عطل، المكنة لوحدها بتقف وبتبدأ تقول إن العطل فين، إن هي شغالة بجهاز كمبيوتر، فبالتالي بتقول أنا عندي مشكلة في الجزئية دي، تعالى محتاجة عليك. فبالتالي أنت بتبلغ الفني المسؤول، بيجي يصلح المشكلة اللي حصلت في المكنة، وبترجع المكنة تشتغل بشكل طبيعي تاني
اثناء عمليه عمليه الانتاج. ده بالنسبه لوجود الاله ومساعدتها. طبعا سرعه الانتاج بقت عاليه، المنتج اللي خارج بقى كم كبير يقدر يغطي طلبات السوق، وده بنلاقيه في معظم المصانع. مفيش مع حد يدوي دلوقتي غير الحاجات اللي بنسميها الانتيكة او اللي هي الصناعات اللي هي محتاجة لازم تكون يدوية، زي الصناعات المعلقات والحاجات اللي هي الفخان الخليلي، اللي هي صناعة الرسم اللي على النحاس او الرسم اللي على المعادن. كل ده محتاج صناعات يدوية، لان ده رسم يدوي. في حاجات آلات ممكن تعمل الكلام ده، بس لازم تدخل العنصر البشري عشان يطلع الحاجة دي بالشكل المطلوب. بتلقى حاجات الهاند ميد دي الثمن بتاعها بيبقى مختلف عن الحاجات اللي تم صناعتها على الآلة، وبتكون قيمتها أعلى. يمكن الصناعات اللي بتستخدم الآلة بتطلع منتجات كلها متشابهة، كلها متشابهة في الحجم والسمك والشكل وكل حاجة، كلها مواصفة واحدة. اما الصناعات اليدويه فصعب التحكم في المواصفه. في مواصفه معاك، بس لو انا شغال نسيج يدوي ممكن مثلا عايز 24 فتله في السنتي، فبتلاقيك انت بتعمل مره 24 مره تدق على تضم اللحمه زياده، فبالتالي تجيب لك 26 لحمه في السنتي، مره تخف على عمليه الضم فبالتالي تديك 22 لحمه في السنتي. فالمواصفه مش ثابته لان انت شغال بايدك. على الاله المواصفه ثابته من بداية التشغيل لنهايته، فالجودة هتبقى أعلى. هي آلية بس الجودة أعلى. حتى في الصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية بقت في أفران بتعمل المنتجات متشابهة بالشكل المطلوب، وده طبعا علّى من قدر النوع ده من المنتجات، وخلاني أحصل على منتجات بنفس الشكل. أنا اللي يهمني في الصناعة بتاعتي أن أحصل على منتج متماثل. يعني ما ينفعش مثلا لو انا في بعمل الصناعه من الصناعات بصنع قطعه غيار، قطعه غيار لازم قطع الغيار كلها اللي تبقى زيها تكون شبهها بنفس الشكل بنفس المضمون. ليه؟ لو زادت ملي زي ما قلنا او قلت ملي هتعمل مشكله، مش هتركب. واذا ركبت وهي ناقصه الملي ده بالاحتكاك والحركه الكتيره بتاعتها هتعمل تكسير في المكان ده، هتعمل بوش. بعد كده قطعه الغيار دي بدل ما كنت هتغيرها مثلا كل سنتين ثلاثة، لازم تغيرها كل شهرين ثلاثة بسبب عيب بسيط جدا ممكن يكون فرق ملي في السمك اللي انت عامله. ليه؟ عشان انت غيرت المواصفة. تغيير المواصفة بيعمل مصيبة مش مشكلة بس. فبالتالي لازم احافظ على ان المواصفة بتاعتي تكون بنفس الشكل وبنفس المضمون. فاللي هيعمله دوت ايه؟ اللي هتعمله لي الآلة. تعال نشوف فروع العمل بالصناعات الكبيرة بتنقسم لإيه؟ بتنقسم للمراقبة العامة للمصنع أو الشركة، الرئاسة الموجهة، الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية، الإدارة التجارية. مجموعة الإدارات الخمسة دول هينقسم بقى إن شاء الله مع بداية منهجنا بقى، وإحنا بنتكلم عن موضوع التخطيط ده هيتفرع منهم حاجات كتيرة جدا ووظائف كتيرة جدا داخل المصنع، وأقسام كتير ومكاتب كتير جدا هتكون مسؤولة عن إدارة المصنع. يمكن الكلام عن الصناعة كلام كبير جدا ومهم جدا ومهم لينا، لأن إحنا تعليم فني وكمان بالاخص النهارده بنتكلم تخصص صناعي، فبالتالي لازم اكون بخلي بالي من التخصصات دي لان دي اللي هتقابلها ان شاء الله لما تنزل سوق العمل وهتتفاعل معاها، ولازم تكون فاهم الادارات دي شغلتها ايه. طبعا بالاضافه كنا نتمنى يكون عندنا حاجه زي قوانين عمل، المفروض يكون يعني كان افضل ان احنا يكون عندنا فكره عامه عنها، لكن هي موجوده عندنا برضو في التعليم التجاري، نقدر نعرف يعني ايه قانون العمل وازاي يتعامل مع العامل أو علاقة العامل بصاحب العمل. دي حاجة مهمة جدا ونتمنى إن شاء الله تكون قريب موجودة عندنا في التطوير الجديد في التعليم الفني بالكامل، لأن مهم لازم أكون عارف إزاي أتعامل مع صاحب العمل، وصاحب العمل بتاعي برضو يعرف إزاي يتعامل قانونا مع العامل بتاعه بشكل يعني يكون في نوع من أنواع التقدير. طبعا ده اللي بيتمناها العامل وبيتمناها صاحب العمل، إن يكون معاه ناس بتحافظ على الانتاج بتاعه وتطلع منتج بجوده عاليه، وده بيتم عن طريق اكتسابك للمهارات المطلوبه منك على مدار مرحله الدبلوم بالكامل. وطبعا بنحاول نعلمه لك، بنحاول نوصلك للمرحله دي، يكون معاك قدر كبير جدا من المهارات تساعدك على مواجهه سوق العمل ويكون لك اسم فيه. طبعا وقتنا عدى معاكم بسرعه، ان شاء الله في الحلقات الجايه هتتابعونا هنبدا
نشتغل على المناهج بشكل أفضل ونبدأ نمشي خطوة خطوة حسب الخطة الدراسية بتاعتنا. نخلي بالنا وزي ما قلنا تابعونا على منتديات قطاع التعليم الفني، على قناة اليوتيوب، وكمان على جروب تليجرام. قناة اليوتيوب عليها كل الروابط، تقدر منها تقدر في أي حلقة تفتح وتضغط على الرابط اللي انت عايزه في الوصف أي فيديو، وهتقدر توصل لنا وتقدر تشوف كل المواد الفنية والعلمية اللي انت حابب ان انت تسترجع معانا وتتعلمها. واحنا دايما معاكم ولغاية لما نوصل للمرحلة النهائية، مرحلة الامتحان، وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه. في النهاية بنتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء.